معنا مشاهدينا هاتفيا من لندن دكتور صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. بداية دكتور صباح، مرحبا بك. ما الخلفيات القانونية للأزمة بين بريطانيا وروسيا؟ العفو، إذا ممكن تعيد السؤال رجاء. ما الخلفيات القانونية بين البلدين موسكو ولندن؟ أولا، ما جرى في بريطانيا هو عمل غير مقبول وفق أي معيار من المعايير. هناك شك كبير أن من قام بهذا الفعل هي روسيا، ولكن ليس هناك أي أدلة في هذا المجال. هناك أدلة ظرفية أكثر منها شيء آخر. الحكومة البريطانية موقفها لم يكن جيدا في عرض الموضوع، لأنها من حيث المبدأ أولا أعطت معلومات غير صحيحة حينما قالت وسائل الإعلام وغيرها أن هذه المادة الكيميائية ليست بحوزة أي جهة باستثناء روسيا، ثم اتضح أن هذا ليس صحيحا، إذ أن هذه المادة موجودة لدى 16 دولة بما فيها بريطانيا. الشيء الثاني، أن بريطانيا لم تكن موفقة في عدم التعاون مع روسيا التي تتهم روسيا بأنها لم تتعاون. اللي حصل أن رئيسة الوزراء البريطانية وجهت إنذار إلى روسيا أنه يجب أن تقدم معلومات خلال 24 ساعة. روسيا أهملت الأمر باعتبار أنه ليس لأي دولة أن تقوم بإعطاء دولة أخرى مهل محددة 24 ساعة ولا شيء من هذا القبيل. في نفس الوقت روسيا طلبت من بريطانيا أن تعطيها أولا نموذج من المادة السمية التي استعملت، ثانيا أن تسمح الحكومة البريطانية للحكومة الروسية أن ترسل خبراء في التحقيق. قالت لا يمكن اتهام روسيا دون أن تشارك في التحقيق. طيب، كيف يتابع وأنت في لندن، كيف يتابع الشارع السياسي البريطاني وحتى الصحافة البريطانية تداعيات هذه الأزمة؟ دكتور، نعم، هناك حالة من الفوضى الإعلامية. الصحافة البريطانية لا تتحدث عن شيء باستثناء اغتيال أو محاولة اغتيال هذا الروسي. الوزارة والحكومة وحتى البرلمان ليس لديهم أي شيء يتحدثون عنه باستثناء هذا الأمر. وهناك من يرى أنه في الحقيقة هي هذه محاولة من رئيسة الوزراء تريزا ماي أن تنقل المشاكل التي لها في داخل حزب المحافظين إلى أمر جديد. هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية أنها تعاني، الحكومة البريطانية تعاني من مشكلة كبيرة سياسية وإعلامية فيما يتعلق بالخروج من أوروبا، ما يسمى بالبريكزيت. لأن الحكومة فشلت في إعطاء الشعب البريطاني ووسائل الإعلام والبرلمان أي معلومات مفيدة عن النتائج التي سيترتب عليها ترك أوروبا. يعني كما تفضلت، إذا كان الروس على أبواب انتخابات، فأن بريطانيا أيضا على أبواب خطوة مهمة تخص علاقتها بالاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى تؤثر هذه الظروف على قرارات تؤثر في قرارات القيادة السياسية في البلدين؟ بالنسبة إلى الموقف الروسي، أعتقد أن ما تقوم به بريطانيا وما يقوم به السياسيين بما فيهم وزير الدفاع البريطاني الذي تكلم بطريقة غير مؤدبة، هذا الموقف سيؤدي إلى تعزيز موقف بوتين في الانتخابات في روسيا، لأنها ستظهره بأنه هو الرجل القوي الذي يستطيع تهديد الغرب والذي يخيفه وإلى آخره. فيما يتعلق بالدول الأوروبية، الدول الأوروبية سارت بالخط العام الذي تتخذه الدول الغربية، يعني بصورة عامة تؤيد بعضها البعض. كان الموقف الأوروبي بطيء إلى حد ما، لأنه كان هناك انتظار للموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي في البداية، لأنه العلاقات اللي موجودة بين الرئيس ترامب والروس لم يكن واضحا في هذا المجال، لكن في نهاية الأمر حينما ذهب الأمر إلى مجلس الأمن، أمريكا أخذت موقف واضح مؤيد إلى بريطانيا، وبالتالي تبعتها الدول الأوروبية جميعها في هذا المجال. شكرا جزيلا لك من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن دكتور صباح المختار.